الجمهور علي من فوق ومش عارف ايش اسوي يعني عندي اطفال صغار كلهم كرموا بالمجاري جوا وفي الوسخ والقرف وفراش رميت واكل اولادي ايش بدي اسوي لنا من الصبح احنا صاحيين احنا بالمجاري وبنزيع على الفاضي خشت علينا وعلونا اللي صارت الميه الطحين والاكل والشرب كله تاع اولادي راح لا سولار ولا كهرباء ولا حاجه في الدور ولا غاز عندي والله ما وقع اي حضر كله الطلبيه غاز مش عندي ولا على اولادي اللي فتره والله ما عندي الغاز في الدار كله